السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد العدلي. ان شاء الله تعالى خلال الفيديو ده هتكلم على تفاصيل المنحه بتاعت الجامعه الامريكيه بالقاهره العام 2019 بالنسبه للطلاب المصريين. في الحقيقه هما منحتين مش منحه واحده، هقول التفاصيل بتاعتهم ان شاء الله، ولكن في البدايه كده خلينا نقول بعض المعلومات عن الجامعه الامريكيه في القاهره. بالنسبه للجامعه الامريكيه في القاهره، انشئت سنه 1919، المقر بتاعها القديم كان في ميدان التحرير، والمقر بتاعها الجديد حاليا في التجمع الخامس في نهايه شارع التسعين. الجامعه دي تعتبر الجامعه رقم واحد في مصر ومن افضل 10 جامعات على مستوى الشرق الاوسط، وهي الجامعه الوحيده في مصر اللي رئيس الجامعه بتاعها بيكون امريكي الجنسيه، باقي الجامعات الخاصه او باقي الجامعات الحكوميه عموما بيكون رئيس الجامعه مصري الجنسيه. طيب بالنسبه بقى للتفاصيل بتاعت التقديم للمنحه الاولى، لو انا عاوز اقدم في المنحه ديت ايه الشروط بتاعتي؟ اول حاجه انك تكون مقدم طلب تسجيل على الجامعه الامريكيه، يعني بتدخل على الموقع بتاع الجامعه الامريكيه وبتعمل نيو اكونت وبتقدم انك عاوز تدرس في الجامعه الامريكيه، دي اول حاجه. ثاني حاجه انك تكون خريج مدرسه حكوميه، يعني واخد الثانويه العامه من مدرسه حكوميه او مدرسه تجريبيه. بالنسبه للطلبه اللي هم واخدين الثانويه من مدارس لغات او مدارس خاصه، للاسف مش هيقدروا يقدموا في المنحه دي. لو انت واخد شهاده ثانويه ستيم او مدارس النيل تقدر تقدم في المنحه ديت. طيب بالنسبه للمجموع ده المطلوب مني، لو انت مثلا ثانويه عامه وشعبه علمي المطلوب منك مجموع 97% اقل حاجه، ولو انت شعبه ادبيه المطلوب منك 94% اقل حاجه، انما لو انت بقى مدارس ستيم او مدارس النيل فالمجموع المطلوب منك 92% كحد ادنى. دي كده بالنسبه للتفصيل بتاعت المجموع. عندنا شرط بعد كده هو متعلق باللغه الانجليزيه، لازم تثبت لهم اجادتك في اللغه الانجليزيه عن طريق حاجه من اثنين، يا اما تقدم لهم شهاده التويفل يا اما تقدم لهم شهاده الايلتس. بالنسبه لي شهاده التويفل السكور اللي مطلوب فيها هو 62 من 120، وهو سكور مش صعب. يعني اختبار التويفل ده بيتكون من 4 اجزاء، جزء ريدنج وليسننج ورايتنج وسبيكنج، كل جزء من دول عليه 30 درجه. بالنسبه لي الجزء بتاع الرايتنج لازم ما تقلش فيه عن 17 من 30، يبقى التوتال مارك بتاعتك في اختبار التويفل 62 من 120، وبالنسبه لي الدرجه بتاعت الرايتنج اللي هو جزء الكتابه ما تقلش عن 17 من 30. اختبار التويفل لو عاوز تمتحنه في مصر قدامك هيئه ميديست ايجيبت، انما لو انت عاوز تختبر او تمتحن اختبار الايلتس قدامك البريتش كونسل اللي هو المجلس الصرافي البريطاني تقدر تعمل فيه الامتحان. وبالنسبه للسكور المطلوب في الايلتس هو 5.5 من 9، يعني ما تقلش عن 5.5 من 9، وبالنسبه برضه لجزء الرايتنج في اختبار الايلتس ما تقلش فيه عن 5.5 من 9، كل جزء من اجزاء اختبار الايلتس الدرجه بتاعته بتكون من 9 والتوتال مارك من 9 برضه، يبقى التوتال مارك 5.5 من 9 اقل حاجه، وبالنسبه لجزء الكتابه 5.5 من 9 اقل حاجه. طيب ده كده بالنسبه للشروط بتاعت اللغه. اخر شرط هو الحاجه الماديه، ان فعلا انت الاسره بتاعتك ما تقدرش تدفع النفقات بتاعت الجامعه الامريكيه كل سنه. الكلام ده يعرفوه منين؟ من خلال الاثباتات اللي انت بتقدمها، مثلا زي مفادات المرتب للاب ومفادات المرتب للام، لو انتوا مثلا الشقه بتاعتكم ايجار هتوعيهم صوره من عقد الايجار، الحاجات دي كلها هتدفعها على الموقع بتاع التقديم. هتلاقيني سايب لك لينك اسفل الفيديو، اللينك ده في لينك ملف بي دي اف يعني موجود فيه 10 صفحات، ال10 صفحات دول بيشرحوا لك بالصور ازاي تقدم على المنحه ديت. ده كده بالنسبه للشروط بتاعت المنحه. في حاجه بسيطه كده في الاخر، انك لو اتقبلت في المنحه ديت مطلوب منك ان الجي بي اي بتاعك ما يقلش عن 3 من 4 كل سنه، يعني المنحه ديت عشان تفضل مكمل فيها وما تدفعش اي مبالغ ماليه للجامعه لازم التقدير بتاعك في الجامعه ما يقلش عن 75% كل سنه، لو التقدير قل للاسف المنحه مش هتقدر تكمل معاك. ده كده بالنسبه للمنحه الاولى. المنحه الثانيه نفس تفاصيل المنحه الاولى، ولكن بتختلف عن المنحه الاولى ان هي موجهه لخمس محافظات فقط. المنحه الاولى لكل المحافظات بتاعت مصر وهياخدوا منها 20 طالب، انما المنحه الثانيه ديت هياخدوا منها 5 طلاب فقط، وهي موجهه لخمس محافظات فقط اللي هي بني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج والمنيا. الخمس محافظات دول بس هم اللي يقدروا يقدموا على المنحه الثانيه. هتلاقيني برضه سايب لك اللينك بتاعها. والاختلاف الوحيد ما بينها وما بين المنحه الاولى اللي هو المجموع بتاع الثانويه طالبين 95%، مش 97 ولا 94، لا هو 95% لكل الشعب. ده الاختلاف ما بين المنحه الثانيه والمنحه الاولى. بالنسبه للديدلاين اللي هو الميعاد النهائي للتقديم في المنحه، لم يتم تحديده لحد دلوقتي، موقع الجامعه لسه ما حددش الميعاد، ولكن اعتقد ان هو يكون في نهايه شهر 7. تقدر تقدم على المنحه ديت بعد نتيجه الثانويه العامه على طول، ودلوقتي تقدر تجهز شهادات التويفل والايلتس. بكده يكون خلصنا الفيديو بتاع منحه الجامعه الامريكيه في القاهره العام 2019. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وانتظر المنح بتاعه الجامعات الاخرى مثلا زي الجامعه الالمانيه وباقي الجامعات الخاصه او الجامعات اللي هي خارج مصر. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.